بظاهرة فريدة من نوعها، يظهر هذا المكان للعيان لمدة شهر واحد طوال العام، وبقية الأشهر يختفي بطريقة غريبة. ما سر هذه الظاهرة؟ وما السبب الذي يجعل قرية بأكملها تختفي كل هذا الوقت؟ وما القصة الكامنة وراءها؟ إنها قرية كوردي في ولاية غوا الهندية الغريبة. لا تظهر تلك القرية الهندية سوى شهر واحد في السنة، وهو الشهر الذي ينتظره سكانها الأصليون الذين استقروا في قرى أخرى للاحتفال ببيوتهم أو ما تبقى منها. أكثر من 600 أسرة أجبرت على الرحيل من هذه القرية وبناء حياة جديدة من الصفر في قرى أخرى مجاورة لها، لكنهم منحوا أرضاً وتعويضاً عما حدث بحق قريتهم، لكنهم لم يستطيعوا نسيان بيوتهم الأصلية وزيارتها في كل وقت تظهر فيه. تقع قرية كوردي بين تلين في منطقة غاتس الغربية على نهر سالاويلم، وكانت ذات يوم قرية مزدهرة حتى عام 1986 عندما تم بناء سد في الولاية. أخبرت السلطات الهندية السكان بأنه سيفيد منطقة جنوب غوا بأكملها، لكنه سيتسبب بإغراق قريتهم قرية كوردي بأكملها، وهذا سيكون لأجل المصلحة العامة والنجاة بحياة أعداد كبيرة من المواطنين. فكان واجبا عليهم التنازل عن بيوتهم والقبول بالتعويض الحكومي، لأن ما نتج فعليا عن بناء السد هو غمر المياه للقرية بالكامل. لكن في شهر مايو من كل عام تنحسر المياه لتتكشف بقاياها، وهي أرض متصدعة وجذور أشجار وبقايا منازل. هذا كل ما تبقى من أرض كانت خصبة ذات يوم، وكان معظم سكانها الذين يصل عددهم إلى نحو 3000 نسمة يزرعونها حقولاً للأرز، محاطة بأشجار جوز الهند والمانجو والجزر. أما عن سكان تلك القرية فكانوا منوعين ما بين الهندوس والمسلمين والمسيحيين، يعيشون معاً بأمن وسلام، وكان فيها معبد رئيسي وعدة معابد أصغر وكنيسة ومسجد. وفي شهر مايو من كل عام تظهر القرية عندما تنحسر المياه، وبما أن سكان كوردي كانت هويتهم مبنية على أرضهم، لذلك هم على صلة وثيقة ومباشرة بها، ولهذا السبب ربما يتذكرون ذلك دائما وبشدة، ويواصلون العودة إلى وطنهم المفقود عاما بعد عام. فتتجمع الجالية المسيحية في صلاة سنوية، ويقيم الهندوس عيداً خلال ذلك الشهر.